البروت روم سيرفيس كيت والاير كونديشن سيرفيس كيت اللي بينظف الثلاجه وانظمه التهويه والدكت والمواسير اللي جوا مكيف السياره. بتكون فيها بكتيريا، بتكون فيها عفونه، بتكون فيها بوسات، هذا كله المفروض انه يتنظف. البروت روم سهل كثير، هو عباره عن مادتين، الاولى اللي هي مطهر، والثانيه اللي هي معطر ومانع البكتيريا. هذا استعماله مرة واحدة، وهذا بتقدر استعمله أكثر من مرة بشكل مستمر. الطريقة سهلة كثير. السيارة لازم تكون مسكرة من الشبابيك، نحط السويتش، نفتح بس الكهرباء تبع السيارة، يكون السويتش في كهرباء، نخلي السيركيليشن الهواء اللي هو دورة المكيف، الهواء تبع المكيف تكون داخلية بهذا الشكل، يكون داخل الهواء اللي سحب الهواء حيكون من الداخل ويطلع من هون، حتى نضمن تهوية السيارة، كليات الدكت والمواسير والثلاجة، نضمن أن تكون نطفت. نحط السيركيليشن على الهواء الداخلي، قوة المروحة بنحطها دائما على الوسط والسيارة هي مطفية. ناخذ الكرتون نفتح فيها فتحة، نحطها بالطريقة عن مكان المأخذ تبع الهواء تبع السيارة، هي محل الشفط اللي بيكون الهواء حتى التبريد يصير أبرد، بيتاخذ الشفط من تحت ويوزع المكيف بيطلع من فوق. بناخذ الفروترون، العلبة بنرجها حوالي دقيقة تقريبا، والعلبة فيها البخاخ تبعها فيها مثل قفل صغير، هذا القفل الصغير بس مجرد انك تضغطه حيعلق القفل ويضل عم يرش بشكل مستمر. نطلع بهالطريقة، نضغط على الرشاش، مستمر بضل عم ترش مدة 3 دقائق، والهواء من تحت عم يسحب البخاخ ويدخله جوا المواسير الدكتس تبع المكيف ويطلعوا من البخاخ اللي فوق. العملية بتستمر 3 دقائق، بعد 3 دقائق بنشغل المكيف ونفتح الشبابيك ونفتح أبواب السيارة حتى تتهوى من أول وجديد ويروح مفعول البخاخ. لاحظ ريحة السيارة، ريحة المطهر تبعها، خلاص فضي. ننتقل للعملية الثانية اللي هي نفتح كل أبواب السيارة. بعد تشغيل السيارة نقوي المكيف لأقصى درجة، نجي للخطوة الثانية اللي هو المعطر تبع الجو تبعه، وبنفس الوقت مانع البكتيريا حتى ما تتكون من أول مرة ثانية. نفس الطريقة بنرشها نفس ما أخذ الهواء أول مرة، يفضل إنه نرش بكل أنحاء السيارة. خلص الطريقة، هي بتضل معنا، ممكن بضل استعمالها لفترة شهر، كل يوم ممكن ترش منها مرتين، وبهيك بتكون راح طريقها ما تتكون مرة ثانية. بالنسبة للمدخنين، المدخنين تستمر معهم فترة 6 أشهر بس العملية، غير المدخنين بتضل ممكن معهم لفترة 12 شهر. هي معطر جو بس بالإضافة له في له مانع لتكون البكتيريا من أول وجديد، يعني حتى من آخر كل يوم ممكن نرش فيها، عن ما أخذ الهواء هي تطلع على